نسبب كلنا ثبت بالوحي ونكذب على ما جاء بخلاف مصدر الوحي. نعم. ونجد في زمننا هذا يعني العلماء في العالم كله يسددون بأن الأرض مثلا كروية الشكل، وأن الشمس لا تجري وإنها يعني تجري حول نفسها مستقرا في مكان ما، والآيات القرآنية الذي شفناه في رأيناه في القرآن يعني خلاف ذلك. إذن من هذه القاعدة ممكن نكذب على ما قالوا هؤلاء؟ هذا مشكلة يا عبد الله، المشكلة الفهم. أولا القرآن أثبت أن الأرض كروية، نعم أثبت أن الأرض كروية. قال الله تعالى: إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. متى هذا؟ مو يوم القيامة؟ إذا السماء انشقت يوم القيامة، كما قال تعالى: فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. واضح؟ طيب، إذا الأرض مدت تفيد أنها قبل ذلك غير ممدودة. واضح؟ وقال تعالى: يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، والتكوير التدوير، ومنه كور العمامة استدارتها على الرأس. إذن فالقرآن دل على أنها كروية، انتهى هذا. بقينا العلماء لم يقولوا ابدا ان الشمس لا تجري، بل يقولوا انها تجري، تجري ولكن تجري بمجموعاتها، هي ومجموعاتها تجري بها الفضاء، نعم، هي وما يتبعها من المجموعات الشمس، المجموعه الشمسيه كما يقولون، فهي تجري. لكن الشأن الان، هل هي تجري تدور على الارض، او ان الارض يكون بدورانها، أو أن الأرض هي اللي تدور ويكون بدورانها الليل والنهار؟ هذا محل الخلاف. أنا إلى الآن لا أؤمن إلا أن الشمس يكون بدورانها على الأرض اختلاف الليل والنهار. إلى الآن ما أؤمن بكلامهم إن اختلاف الليل والنهار بسبب دوران الأرض. لا، هم يقولون تدور مثل المغرب. ما نؤمن بهذا. ليه؟ لأن عندنا ظاهر القرآن يخالف هذا، فإن الله تعالى أضاف حركات الشمس إلى الشمس، والأصل في إضافة الفعل إلى فاعله أنه فعل واقع منه، مو هذا الأصل؟ إذا قلت قام زيد فزيد هو القائم لا غير، نعم. إذا قلت مشت السيارة فالسيارة هي اللي تمشي. أنت الآن عندما تمر السيارة واقفة تركض ركض تشوف السيارة تمشي ولا لا؟ تمشي وراء. هم يقولون إن الشمس بالنسبة لمقابلة الأرض ثابتة، والأرض حيث تدور يظن الظان إن الشمس هي التي تدور على الأرض. نقول هذا خلاف الأصل، ونحن يجب أن نتمسك بظاهر القرآن حتى يأتينا أمر يقيني لا شك فيه عندنا نستطيع أن نواجه بها رب العز والجلال، وإلا فإن الله يقول: الشمس تجري لمستقر لها، ويقول عز وجل: وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كفه، هذا فعل، وإذا غربت، نعم لا، ترى الشمس إذا طلعت تزاور، هذا فعلان، طلعت وتزاور، وإذا غربت تقرضهم، هذا يعني أيضا أربعة أفعال. وقال عز وجل: حتى توارت بالحجاب. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي ذر لما غابت الشمس: أتدري أين تذهب؟ حين تذهب فأسند الذهاب إليها. فهذه الأفعال كلها أضيفت في الكتاب والسنة إلى الشمس، فلا يمكن أن نتزحزح عنها إلا بشيء يقيني، لأن الظاهر ما يدفعه إلا اليقين، فإن هذا هو الذي نعتقده وندينه به حتى يقوم دليل يمكننا أن نحمل الظاهر على خلافه لمقتضى هذا الدليل.